عظيم. طب هو قابلته مشكله دلوقتي مثلا، سواء بقى من فرد الامن او من التمريض او من اي حد من الاطقم الطبيه، او ما خدش الخدمه اللي هو كان المفروض ياخدها، يعمل ايه؟ طيب هي يعمل ايه يا فندم؟ دي اصبحت دلوقتي سهله جدا، يعني احنا عندنا محاور وقنوات اتصال متعدده للتعامل مع العميل او المنتفع. رقم واحد طبعا هو مركز خدمه العملاء، ده بيشتغل على مدار ال 24 ساعه، بيتم التواصل معاه في اي وقت ويعبر عن شكوته ويطلب تسجيل شكوى. ده اللي هو 15342 بالظبط يا فندم. 15344 بيتصل، هو نفس الخدمه نفس الخط اللي بيتم من خلاله حجز الوحدات والمراكز الطبيه. انا دلوقتي لما باجي اتوجه لوحده صحيه او مركز طبي مش زي الاول بتوجه وبعد كده استنى دوري، لا ده انا ببقى عارف وانا نازل من بيتي، عارف انا هروح الوحده الساعه كام وهدخل للدكتور مين. مين والساعه كام؟ طبعا مين والساعه كام؟ طبعا. طيب آلية التحقق بقى من لو هنتكلم في حالة الشكوى، يعني آلية التحقق من الشكوى ايه اللي بيحصل؟ يعني انا دلوقتي عميل اتكلمت وحجزت ميعاد مع طبيب معين في وقت معين، سواء انا فعلا عندي مشكله او في احيانا الناس يعني مش هقول بتفتعل المشاكل لكن بيبقى عندهم وجهه نظر مختلفه شويه. عايز اعرف من حضرتك آلية التحقق من الشكاوى ازاي؟ هو انا يا فندم يعني اسمح لي برضو انا بس اتكلمت عن محور واحد فقط او قناه واحده فقط من استقبال الشكاوى، لكن انا عندي بالفعل فريق عمل جوه المنشات اسمه فريق رضاء المتعاملين او فريق رضاء المنتفعين. ده دوره ان هو يتعامل مع المنتفع فور ورود او حتى استبصار عنده على طول، يتعامل معاه يتوجه له يتعامل معاه، ومعاه كل الصلاحيات ان هو يذلل كل الصعوبات قدام المنتفع او متلقي الخدمه داخل المنشاه. سؤال حضرتك يعني انا اعتقد حضرتك بتسالي عن الكول سنتر اللي هو سجل شكوى من خلال التليفون مثلا، اي ان كان كول سنتر ان كان رساله اتبعتت ان كان حتى في المنشاه الصحيه نفسها. على طول يا فندم بيتم التواصل مع المنتفع مقدم الشكوى والانصات ليه والاستماع ليه. خلال قد ايه؟ في نفس اليوم يا فندم، ده في نفس، دي تعليمات صارمه عندنا من السيد رئيس الهيئه، تعليمات صارمه. الشكوى يتم التعامل معاها في نفس اليوم، بيتم التواصل معاه سواء اتسجلت على مركز خدمه العملاء، سواء اتسجلت داخل المنشاه، سواء اتسجلت على صفحات رضا المنتفعين على السوشيال ميديا وموجوده، سواء اتسجلت على منظومه الشكاوى الحكوميه. كل قنوات الاتصال اللي بيتم تسجيل فيها شكوى لازم وحتما ولا بد يتم التواصل معاه وحلها في نفس اليوم. يفيدنا في الموضوع ده قوي بقى موضوع الفصل اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه في الاول، فصل مقدم الخدمه عن المراقب والمتابع عن اللي بيشوف مدى رضاء المنتفعين، لان هم لو كانوا واحد ما كناش هنحل حاجه. صحيح صحيح. فدي ميزه الحقيقه. متفق مع حضرتك جدا. هو بالفعل دلوقتي النظام الحالي بيتيح ان ما تبقاش جهه واحده هي اللي بتقدم الخدمه وجهه هي اللي بتمول الخدمه وجهه هي اللي بتراقب وبتعتمد مدى جوده هذه الخدمه. مساله الفصل ده نفعنا جدا علشان يكون عندنا تعدديه في التعامل، علشان يبقى فيه جهه رقابيه او جهه بتتابع وبتقوم بمتابعه هذا العمل وتقول اذا كنا احنا فعلا ماشيين في الاطار والمسار الصحيح ولا لا. فده نفعنا بشكل كبير جدا جدا. طيب زي ما كانت جمانه بتقول مثلا، افرض الراجل طلع ما عندوش حق بس عنده وجهه نظر محتاج حد يوضح له وجهه النظر، بنعمل في الحاله دي ايه؟ وافرض طلع فعلا عنده حق وعنده مشكله مع دكتور من الدكاتره الموجودين. عايز اقول لحضرتك ان يعني كتير من الامور اللي تم تصحيحها ولازم اعترف بده كانت بتوجيه من العميل متلقي الخدمه. يعني كان في امور كتيره جدا قد تمر علينا شويه اثناء التشغيل، كان دايما المنتفع وفي ناس عندها يعني ايجابيه عاليه جدا، فكان يقول لنا طيب انتوا بس لو عدلتوا الموضوع ده بشكل معين هيكون العائد اكبر واعلى. دي اقتراحات كمان جدا. احنا يعني والامور دي كان يعني حتى يعني السيد رئيس الهيئه فعلا كانت بتجيله رسائل في هذا الاطار، وكان بيجتمع بينا ويقول لنا انا جات لي موضوع بيتكلم عن كذا او مقترح بيتكلم عن كذا، يا ريت نراجع الموضوع ده. لما بنراجعه وبنشتغل عليه فعلا بنلاقي ان الموضوع ده عاد بالنفع علينا وعلى المنظومه وعلى مقدم الخدمه وعلى المنتفع طبعا في المقام الاول. فدي بالنسبه لنا طبعا بنتبنى كل المقترحات وبنشتغل عليها، وبنحب جدا المقترحات البناء. يعني لما حد بيشعر بالولاء، وده على فكره احنا لامسينه بشكل كبير، ان الناس في الاول برضو حته ان انا اتوجه لوحده الاول وبعد كده من الوحده للمستشفى، فكان في شيء من قليل من المقاومه، لكن دلوقتي خلاص الناس بقت عارفه ان ده لصالحهم. بقى لكل أسرة ملف أسرة كامل داخل المنشأة، تاريخ الطب للأسرة كلها معروف ومعلوم لدى طبيب الأسرة، بيبقى هو عارف هو متوجه للطبيب اسمه إيه، بيبقى عارف إن عنده كل المعلومات والتاريخ الطبي الخاص بحالته عند هذا الطبيب، فالمسألة أصبحت كويسة. فلما الناس شعرت بالأمان
والولاء تجاه منظومه التامين الصحي الشامل اصبحت هي اللي كمان بتنصحنا باستمرار ازاي نحسن دي، ازاي تساعدنا لما حتى بيبقى في انطباع عند بعض الناس سلبي او محتاج مراجعه، بيبلغونا بيه علشان نشتغل عليه ونحسنه مع بعض.